صحابي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه، نتمنى تكونوا كدوزوا نهاركم مزيان، كلشي هو هذاك. سنه سعيده بعدا تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتو طول ما عمر وداكشي خبرت عليكم واحد شويه، حيت كانوا عندي امتحانات وباقيين عندي امتحانات، وهاد الفتره هذه خصني نحفظ فيها، فغادي نحاول انني ما امكن ما نغبرش عليكم اكثر ما غبرت، ونبقى نحط لكم لي فيديو. الفيديو ديال هاد النهار غادي يكون كما شفتوا في العنوان، كيفاش ديري الشعر كويفي. بزاف ديال البنات كيسولوني في انستغرام كيفاش كديري الشعر كويفي، كيفاش كتقادي شعرك، كيفاش كتصايبي شعرك. اليوم جيت نجاوب كاع على الاسئله، خصوص بالخصوص كيفاش تقادي شعر كويفي بلا بوكلور، يعني غير بالليسور ديالك تقادي شعرك بحال راك خارجه من الصالون. مهم البنات بغيتكم تتبعوا معايا الخطوات وتركزوا واحد شويه معايا، حيت سهله بزاف الطريقه البنات، خصكم غير تركزوا وصافي. والبنات ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وديروا جيم وتضغطوا على زر الاشتراك وداكشي، ما نخافش عليكم. ودخلوا الانستغرام ديالي نخلي لكم هنايا او لهنايا او لهنايا فشي بلاصه، وصافي هادشي اللي كاين. اول حاجه البنات شعركم يكون نقي، ما يكونش فيه شي برودوي بحال مثلا شي كريم ولا شي زيت، يكون شعركم نقي يعني ناشف باش نبديو نبوكليو في الشعر. فاول حاجه خصكم البلاك. البنات كتسولوني بزاف على الليسور او على البلاك، انا يا البنات ما خديتوش هذا منا، كان جاني غير كادو من برا، وما عرفتش واش تقدروا تلقاو بحاله. سيروا المرجان خدوا شي ليسور اللي يكون ما يكونش رخيص بزاف، حيت هذوك لي ليسور اللي كيكونوا رخاص ما كتكونش الكاليتي ديالهم زوينه. خدوا شي ليسور يكون مزيان باش يقاد لكم شعركم. انا هذا سميتو إلساي، ما عرفتش واش كتبان حيت حتى هي مكتوبه بالكري. غنحط لكم هنا التصويره ديالو الا كنتو ساكنين في الخارج بغيتو تشريوه. فوالا كيفاش يعني الحراره التاليه هي 220. بغيت نشوط شعري. شوفوا البنات غير بغيت نقول لكم واحد اللعيبه، شعركم خصو يكون مقاد، ولكن ماشي مقاد 100%، نتوما شعري يعني مصايبه ولكن ما مصايبهش 100%. نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني تخليوه شويه يكون شعركم مقاد ولكن ما مقادش 100%، غير دوزوا عليه باش ما يبقاش شعركم بوكلي. فاليوم غادي نوريكم الطريقه، حنا غادي نبوكليو شعرنا ومن بعد غادي نردوه ويفي، غنوريكم الطريقه كيفاش. المهم تبعوا معايا. هاد الجهه ديال البنات كيما قلت لكم غادي تشدوها بشي مساك ولا شي حاجه، كنضحك عارفه. اول حاجه البنات كيما قلت لكم ما غاديش تاخذوا شي خصله كبيره بزاف، شي خصله تكون غير بحال هكا. فاول حاجه غادي نضرب هنا جوج مرات، وغادي ندور البلاك لهاد الجهه هادي بحال هكا، غادي نزيد شويه و غادي نعاود ندور البلاك لهاد الجهه. شوفوا البنات تبعوا الطريقه، ما تلويوش هكا في التالي، خليوه بحال هكا. ها نتوما تبوكل الشعر، ما غاديش نخليهم بحال هكا، غادي حتى نسالي عاد نوريكم الريزولط. ندوز البقيه ديال الشعر نوريكم الطريقه، نعاود نوريكم الطريقه باش تفهموا مزيان. اوكي عرفتوا، توحشت ندير لكم الفيديو، هادي شحال ما هضرت معاكم، هادي شحال ما صورت، جاتني في شكل. المهم انا راه اكبر معجزة على الفيديوهات، ما يمكنش قلت لكم غتضربوا هنايا جوج، حتى الا كانوا عندكم هنا شي دريجات ولا شي حاجه تقدوهم. من بعد البنات كتدوروا بحال هكا وكتمشيو كنعيش الشرح ديالي صافي، كتزيدوا بحال هكا وكتعاودوا تدوروا. غريب شويه، وكما قلت لكم شعركم خصو يكون ديجا مقاد يعني بالبلاك، ولكن ما يكونش مقاد هذيك المقاده ديال بصح. شوفوا البنات كيفاش خرجت هذه، راه ما غاديش نخليهم بحال هكا، يعني حتى التالي عاد نوريكم كيفاش غادي ديروا البنات. والعمده على البلاك، خاص البلاك يكون زوين باش يخرج لكم شعركم زوين. مهم شوفوا البنات الخصلات ما ديروهمش نفس الاتجاه، يعني مره ديروا بحال هكا مره ديروا بحال هكا. غادي تهودوا كيضحكني الشرح ديالي، مانيش عارفه علاش ما كنعرفش نشرح. المهم كتهودوا بحال هكا
وفي التالي ما تبوكليوش يعني خليو. غادي نكمل البنات كتبوا لي لتحت شنو باغيين تشوفوا، شنو باغيين ندير لكم في الفيديوهات، واش كتبغوا فيديوهات ديال بحال مثلا فيديوهات اللي كيحفزوا على القرايه، فيديوهات اللي كيحفزوا على شي تجربه جديده. عندي بزاف ديال الافكار ولكن كنخاف نحط لكم وما يعجبوكمش، فكتبوا لي لتحت في الكومونتير. كما قلت لكم غادي ندور بحال هكا وغادي نبقى عاوده غير بشويه الناس باش ما تزربوش عليهم باش يخرجوا لكم زوينين. صافي غادي نود شوفوا البنات بغيتكم تركزوا معايا في واحد الوقيطه. هاد جوج زغبات هادو خصهم ضروري يكونوا عكس الوجه، يعني غادي نخدموا بحال هكا، فهمتوا؟ ما جايش نخدموا بحال هكا حيت الشعر غادي يدور لينا وما غاديش يجي الا خدمنا بحال هكا ما غاديش يجي داك الشيء زين، فهمتوا؟ يعني غادي نخدموه بحال هكا ومتبعوا معايا. اول حاجه تشدوا بحال هكا البلاك وغادي تدورو فوالا. وشي مرات البنات البلاك كيتكوانسي يعني في الشعر، خصكم غير بشويه بحال دابا. دابا اللقطه الحاسمه كما قلت لكم الشعر خصو يكون بحال هكا، يعني ضايع على الوجه بحال هكا. فهادي ما تبوكليهاش بزاف، فوالا. هذا هو الريزولطا اللي كنت باغي نوريكم. البنات اللي بغاو يخليوها بحال هكا عندهم مثلا شي عرس ولا شي حضور تقدروا تخليوها بحال هكا، حتى هكا كيجي زوين، ولكن انا هكا كيجيني شارجي، يعني خصني ضروري من بعد نحل بالمشطه. غادي ندوز لهاد الجهه هادي. لا معكم بالمشطه وغادي نقاد الى فيها ما يتقاد، لا غير بيديكم بحال هكا وغادي تحاولوا تحلوا هذوك لي بوكل. ندوزو لهاد الجهه هادي، غادي نديرو نفس الحاجه، غادي نديرو البنات نفس الحاجه. ندوش على هاد الفرقه هادي ديالي البنات، غادي نديرو نفس الحاجه، غادي نشدو هاد الخصله هادي وغندورو بحال هكا. ونبقاو غادي نغيب شويه وفي التالي ما تدوروش. دوزو الخصله اللي من بعد. كما البنات خص الشعر يكون نقي باش البوكلاج يشد لكم في شعركم. الا الشعر كان فيه شي كريم ولا كانت فيه شي زيت ولا شي حاجه ما غاديش يبغي يشد لكم شعركم. شوفوا النتيجه ديال الويفي كيف كتكون. حتى كنكمل كاع الشعر، شوفوا شعري ديجا كنت درت الويفي وباقي لي شاد. غادي نكشني علاش قلت لكم خصكم غير بلاتي وبالخاطر. شوفوا
تشوفوا. كيما قلت لكم البنات هاد لابارتي هادي مهمه بزاف، يعني هي كل شيء. هذا هو الفصاد. غادي تاخذوا شعركم بحال هكا، تخيلوا بغيت نهضر معكم حتى نسيت شعري كان غادي يتحرك. مهم تبقاو بحال هكا، شوفوا يعني الشعر داير عكس الوجه بحال هكا هانتوما. فوالا البنات، من بعد ما ساليت كاع الشعر كنبان لكم بحال عيشه قنديجه، غتخليو لي بلاك شاعل، خليوه حيت غادي نقادو به شحال من حاجه. دابا عاد بدات الخدمه ديال بصح، شوفوا الفوليوم. اول حاجه غتشدوا المشطاط وتشطوا شعركم مزيان. انا كنبغي الصراحه نحل غير بيديا بحال هكا حيت الشعر كيتقرض، كنبغيش كاع نمشط انا شعري بالمشطه. هيدا والبلايص اللي شفتوهم ما مبوكلينش بزاف عاودوا لهم بالبلاك، بحال مثلا هالجهه هادي هادي البنات غنعاود ليها. فالبنات حاولت انني نحل كاع لي بوكل، هاد الجهه هادي ما تخليوش الفرقه، صايبوا هنايا صافي. شوفوا الفوليوم ديال شعري. دابا شنو غادي ندير؟ تاخذوا اي سيروم كيعجبكم. انا هذا البنات غير باش شعري ما يبقاش بحال هكا طالع للسما. ومن بعد غتبقاو ديروا بحال هكا، وصافي البنات هذا هو اللوك النهائي. نتمنى انه يكون عجبكم، خفيف ظريف. من الاحسن البنات ما تحلوش بالمشطه، حلوه بيديكم حيت الشعر كيبقى يطلع للسما، فغير بيديكم بحال هكا وقادو وخليو البلاك شاعل باش شي بلاصه يبان لكم ما بوكلياش مزيان اولا ما مصايباش مزيان تعاودوا لها. شوفوا البنات كيفاش كيجي الشعر من التحت. باش انكم تدعموني بلا جاين تشتركوا في القناه، دخلوا انستغرام ديالي نخلي لكم هنايا اولا هنايا. كنبغيكم بزاف.